دابا غادي نتعرفوا على هاد بعض الانواع ديال الطيور. وادخلنا اللي تحت لي هاد الفكره ديال انه يحط هاد الكاميرا قدام هاد الميراد هذا، فانه شخص ذكي جدا. كما تشاهدوا معنا ان الطيور اللي تتواجد في هذه المنطقه فانها من الطيور المغرده ومن صنف الشرشوريات، وغادي نذكرهم لكم بالاسماء كلا باسم. هذا الذي بجانب الوجه الاحمر فانه المحبوب الجماهير، هو في اليسار مختلف اللون، في لون اصفر ورمادي واسود وابيض واحمر، فانه طائر حسون. اما الذي بصدره لون احمر فانه صديقه الحسون التفاحي. اما الذي في وراء هذا او بجانب هذا الحسون فانه طائر البسبوس او السميريز. وكما نعرف جميعا ان هذه الطيور تعد من الطيور المغرده وذات تغريد جميل. وهذا الحسون الظالم، عدو الذين يحبون التلقين. وهذا اللون الذي باللون الاخضر فانه طائر الخضاري كبير الحجم، يتزوج مع الحسون هجينه يتميز بذاكرة قوية للتلقين، ويسمى بالعامية بالخضري أو العصفور. أترككم مع الفيديو. وحينما يظهر طائر لم نتكلم عليه فإننا سنخبركم بنوعه. وشكرا، ولا تنسونا بتشجيعاتكم أيها الإخوان الكرام. هذا طائر الحداد، هذا طائر الولوال، وهذا البوح الزرهوني. هناك اختلاف بين الزرهوني والفاسي.